الله تبارك وتعالى يقول: ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف يكون الجهاد الكبير في هذا العصر أيها الأحبة؟ الحقيقة أول مرة نزل فيها الجهاد على قلب حبيبنا عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم هي آية سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية نزلت في مكة المكرمة قبل فرض الجهاد، وهي الآية الوحيدة التي تتحدث عن الجهاد الكبير. لا يوجد في القرآن، مع العلم أن الجهاد ذكر 33 مرة، ولكن المرة الوحيدة التي ذكر فيها الجهاد الكبير هي أول آية نزلت على النبي تأمره بالجهاد الكبير، وقبل أن يفرض الجهاد بالقتال. ما هو الجهاد الكبير أيها الأحبة؟ إذا تأملنا هذه الآية نجد أنها موجودة في سورة الفرقان، ونجد أنها وضعت بين آيات الإعجاز العلمي، يعني مثلا: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. آيات سلسلة طويلة من آيات الإعجاز العلمي، نجد هذه الآية جاءت في وسط هذه الآيات التي تتحدث عن حقائق تتعلق بالكون، بالبرزخ بين البحرين، بالماء، بغير ذلك. ما هي الدلالة أيها الأحبة؟ كأن الله يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: أنك أيها المؤمن في فترات الضعف. نحن نعلم أن هذه السورة، سورة الفرقان، التي نزلت فيها آية الجهاد الكبير، نزلت بمكة في بدايات الدعوة، وكان عدد المسلمين قليلا جدا، وكانوا في مرحلة ضعف، نزل عليهم الجهاد الكبير. وبالتالي أيها المؤمن، إذا كنت تعاني من ضعف فلديك نوع من الجهاد الكبير، وهو الجهاد بماذا؟ ما معنى وجاهدهم به؟ يعني بأي شيء؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: وجاهدهم به، أي بالقرآن. كأن الله يريد أن يقول لك إن أكبر أنواع الجهاد هو الجهاد بالقرآن. وبالفعل، يعني أنت من السهل أن تذهب وتقتل ملحد، ولكن هل من السهل أن تقنعه بصدق القرآن؟ لذلك الله تعالى سمى أسلوب الإقناع لأولئك الملحدين والمشككين، إقناعهم بأن هذا القرآن هو كلام الله، وإقناعهم من القرآن بحقائق موجودة في القرآن، هذا هو ما سماه القرآن بالجهاد الكبير. إذن أيها الأحبة، كل واحد منا يستطيع أن يمارس هذا الجهاد الكبير، وهو جهاد العلم. فإذا امتزج العلم مع القرآن الكريم أصبحنا أمام ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. فنحن اليوم لا نستطيع أن نجاهد غير المسلمين بلغة البلاغة والفصاحة، لأنهم لا يفقهون اللغة العربية أصلا، ولا نستطيع أن نجاهدهم بالحقائق البيانية الموجودة في القرآن، ولكن بما أنهم أرباب العلم والأرقام، نحن الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية، الاكتشافات العلمية الكثيرة، فبما أن الغرب اليوم قائم على العلم فلابد أن نخاطبه بلغة العلم. وكما قال الله تعالى: سنريهم، لأولئك الملحدين يخاطبهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني حتى يتبين لهذا الملحد أن القرآن هو الحق. ما علاقة آيات الله في الآفاق بتبيان أن القرآن هو الحق؟ معنى ذلك أنهم عندما يكتشفون حقائق الكون و يروا هذه الحقائق أمامهم، ثم يعودوا فيجدون هذه الحقائق مذكورة في القرآن،
في هذه اللحظة يتبين لهم أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، يمكن أن نقول إن الإعجاز العلمي هو أسلوب رائع جدا للدعوة إلى الله في هذا العصر، تتقبله جميع الأديان وجميع الطوائف، ولا ندخل في عقائد الآخرين ومعتقداتهم، نحن نخاطب بلغة العلم والحقائق العلمية، لأن الإسلام أيها الأحبة دين قائم على العلم، ولا يمكن أن نفصل القرآن عن العلم أبدا، لأن الحقائق التي نراها ونكتشفها يوما بعد يوم تؤكد لنا أن هذا القرآن هو كتاب علمي بالدرجة الأولى. ولذلك أمر الله حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك أيها الأحبة الكرام، دعونا يعني نبدأ رحلة الجهاد العلمي وتأمل هذه الحقائق وتدبرها والتفكر في هذا الكون، في الجبال، في النفس البشرية، عسى أن نستيقن أن هذا الدين لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. ولكي يعني الإعجاز العلمي أيها الأحبة هو وسيلة للتثبيت اليقيني. نحن بحاجة في هذا العصر، مثل كل الأنبياء، الله ثبتهم على الحق بمعجزات آتاهم إياها ليثبتهم في دعوتهم إلى الله عز وجل.